تعلم من أخطاء الآخرين. إذا بقدر أوعدك، بقدر أوعدك إنك ما حتعيش كفاية إنك تعمل كل أخطاء الناس. فلازم تشوف الناس اللي جنبك اللي ماشيين في نفس الأسلوب بالحياة اللي أنت ماشي فيه، أو بيشتغلوا نفس الشغل أنت بتشتغل فيه، شو الأخطاء اللي أخطأوها وتعلم منها. وهي فيها تختصر إنه يكون عندك قدوة. قدوة مثلا في الرياضة، مين بالرياضيين قدوة لك؟ شوفوا كيف بدأ، شو عمل، وين الأخطاء اللي أخطأها. عندك قدوة في التعليم، مين هو، شو كيف تعلم، وين درس، شو عمل، بلا. عندك قدوة واحد تعاملاته مع زوجته، شو عمل، كيف تزوج، كيف اختار زوجته، كيف عمل، بابا احكي معه. لازم يكون عندك قدوة مثلا في الشغل، مين واحد بيشتغل هيك عجبك طريقة شغله او عجبك اسلوب شغله. شوفوا، لانه هذا الانسان القدوة لك اكيد عمل 1000 غلطة لو وصل للمكان اللي هو وصل فيه. انا بالنسبة لي عندي يمكن 11 قدوة، قدوة في الرياضة، قدوة في العلاقات، قدوة في الفاينانس، قدوة في القراءة، قدوة في طريقة الالقاء، قدوة هون على السوشيال ميديا، قدوة بالكاميرات، قدوة بكل شيء. ليش؟ لانه انا ما حخطئ الاخطاء اللي اخطاها. فلازم خلي لك هالقدوة عشان يسرع لك العملية، لأنه كم هتعيش؟ 60 70 80 100 150 سنة؟ تعلم بهاي 150 سنة من أخطاء الآخر واختصر وقت. شو هالكلام بدي أستفيد منه معتز؟ حتستفيد منه كتير وحتدعي لي بإذن الله. رقم واحد، تاخد قرار. شو القرار؟ إنه يكون عندك قدوة. لازم يكون عندك قدوة في مجالات حياتك كلها لتختصر كتير 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 وقت. رقم اثنين، بتجيب هذا القدوة. مثلا أنا بالنسبة لي أحمد الشقيري، الأستاذ أحمد الشقيري قدوة لي. باجي بكتب أحمد الشقيري ليش قدوة لي؟ والله 1 2 3 4، بحب طريقة كلامه، بحب تواضعه، بحب كذا. لأنه كل شخصية ما حتحب فيها أنت كل إشي، في شغلات معينة بتحبه فيها. وبعدين أحمد الشقيري بتقرأ عنه وين بدأ، كيف بدأ. أنا كنت مستغرب إنه الأستاذ أحمد الشقيري كان يدخن مثلا زمان. وقف، فبتتعلم من هاي الأخطاء، تتعلم من الشغلات اللي عملها وليش وقفها وليش عملها وكيف سواها. فأنت هيك لازم تعمل، كان بالرياضة، كان بالعلاقات، كان بالمال، كان بأي إشي. إن شاء الله عندك 20 قدوة، خذ منهم شو بتحب، با 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 با، واقرأ عنهم، شوف من أخطأوا، وين تعلموا، شو عملوا، شو سووا، وسوي زيهم لتختصر وقت وتوصل بإذن الله للي بدك إياه، مع الدعاء أكيد وبالتوفيق. كون السبب لننشر السعادة ونفيد أكبر عدد من الناس.